السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعت عن زواج التجربة الذي ظهر بمصر؟ وما رأي الأزهر حول موافقته للشرع؟ عقب الأزهر في مصر على ما أثير مؤخرا حول الزواج وظهور ما بات يعرف باسم زواج التجربة، وهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي. وقال الأزهر في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما. وأضاف الأزهر: صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع. وتابع الأزهر: زواج التجربة كما قرر مبتدعه هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حله بطلاق من الزوج أو خلع من الزوجة أو تفريق من القاضي مدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطا مضمنا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعض المتحمسين لهذا الزواج وإن شئت قل الابتداع أن ينتهي عقده بانتهاء المدة المقررة، ليضاف بهذا إلى جواز شرط حظر الطلاق شرط آخر هو التأقيد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.